السلام عليكم ورحمة الله. شبهة اعترضتني مؤخرا على أحد مواقع المشككين وما أكثرهم اليوم. ملخص هذه الشبهة يقول: كيف تدعون أن إلهكم أيها المسلمون رؤوف رحيم محب لعباده يريد الخير لهم، وهو يضلهم ويسخر من يضلهم؟ يستشهدون بآية كريمة في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا من الذي أرسل؟ الله تعالى، نحن. فهنا هذا المشكك يقول: إلهكم هو الذي خلق الشيطان، هو الذي أرسله لكي يضل الناس. طيب، لنقرأ الآية جيدا أخي الحبيب. طبعا هذا المشكك جاء بآية أخرى أيضا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وآية ثالثة في سورة الزخرف نعرفها جميعا: ومن يعش، من يبتعد عن ذكر الرحمن نقيض، يعني نسخر، نقيض له شيطانا فهو له قرين. أول شيء أود أن أقول لهذا المشكك: أرجو أن تقرأ الآية جيدا. أنت تريد أن تسوق فكرة في دماغك. الآية لا تتحدث عن عباد الله بشكل مطلق، يعني الله تعالى لم يقل إن أرسلنا الشياطين على الناس، لم يقل إن أرسلنا الشياطين على المؤمنين، لم يقل إن أرسلنا الشياطين على عباد الله. قال: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. إذن هنا الخطاب للكافر، والخطاب في الآية التالية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يبتعد عن ذكر الرحمن سيجد طريقا آخر يجد فيه الشيطان بانتظاره. هل هذا إضلال للناس؟ طيب، نحن نعلم أن القرآن لا يجوز أخي الحبيب أن تأخذ منه آية من 6236 آية، أن تأخذ 3 أو 4 آيات وتقول الله يضل البشر، إن الله يضل من يشاء، وتسكت. لا يا أخي الحبيب، يجب أن تنظر إلى الآيات عن ماذا تتحدث. سأعطيك مثال عملي وبسيط وسيعجبك إن شاء الله. ابنك الذي تحبه وتدلله وتريد له الخير أراد أن يسلك طريق المخدرات، فتقول له: يا ابني، يا بني، هذا الطريق فيه المجرم وفيه اللص وفيه المشاكل وفيه فقدان العقل وفيه القتل والحوادث والاغتصاب والسرقة، بينما هذا طريق المسجد انظر كم هو نظيف وقصير ومباشر، يشعرك بالسعادة ويعود عليك بالخير. أنت هكذا تضل ابنك؟ لا أحد يقول إن الأب الذي ينصح ابنه ويحذر ابنه من الطريق السيء. هذه الآيات تحذير أيها الأحبة، تحذير لنا. ابنك اختار الطريق الذي هو طريق السوء، أصحاب السوء والمخدرات، ثم جاء بعد ذلك وقد خسر عقله ووظيفته وتحول إلى مجرم. طيب، نقول إن الأب هو الذي أضله؟ الأب يحذره ليلا نهارا. القرآن كله تحذير لنا من شر الشيطان. يقول لك القرآن: أيها المؤمن، احذر هذا الشيطان، إن هذا الشيطان عدو لك، إن الشيطان للإنسان عدو
مبين. ما معنى مبين؟ يعني واضح بين، لا يحتاج لإثباتات. الله لماذا يحذرنا من الشيطان؟ لأنه يريد أن يعذبنا مثلا؟ العكس، الله خلق الكون في هذا التوازن العجيب، خلق فيه عصير العنب الذي هو من ألذ العصائر وأكثرها فائدة للجسم، وقال لك هذا حلال، ولكن إذا خمرته يتحول إلى خمر يضرب الكبد والدماغ ويسبب السرطان ويذهب العقل، فحذرك منه. هل هذا إله يريد الشر لعباده؟ بالله عليكم، يعني الله عندما يقول لك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، القمار يعني، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طيب هذه آية واضحة فيها تحذير. أنت عندما يمرض ابنك ويمرض شخص آخر بعيد عنك، ما هو سلوكك؟ طبعا في حال مرض الابن وبخاصة إذا كان طفلا صغيرا لا تستطيع النوم لأجله، تسهر أمه وهي تراقبه، تأتي له بالدواء بالعلاج، تحزن عليه. طيب مرض شخص غريب لا تعرفه، لا تكترث، كل الناس تمرض، ربما إذا رأيته تدعو له بالخير وتتأثر وتذهب وانتهى الأمر. طيب اهتمامك بابنك أليس دليل محبة؟ يعني أنت عندما حذرت ابنك من أصحاب السوء، لماذا لم تمسك هؤلاء الشباب في الشارع وتحذرهم واحدا واحدا؟ ستقول لا يعني أنا غير مسؤول عنهم، كل واحد له أهل، له من يقوم على شؤونه، من هو مسؤول عنهم، ولي أمره مثلا. أما أنا أهتم بابني، هو الذي يعنيني، أهتم بزوجتي، ببناتي، بأخي، بأبي، بجاري، بصديقي، بقريبي. فهذا التحذير دليل محبة. فالله عندما يحذرنا من الشيطان هو يحبنا، وإلا لماذا يحذرنا؟ طيب الله قادر أن يخلق جهنم ويخلق ما شاء من البشر وغير البشر ويلقيهم في جهنم وانتهى الأمر، ما الذي سيعجز هذا الإله العظيم؟ ولا شيء، قادر على كل شيء. ولكن هذا الإله سبحانه وتعالى عادل، خلق بني آدم لأنه يريد لهم الخير، ولكن ابن آدم يختار الطريق السيء، يختار طريق الكفر، يختار طريق اللهو والعبث، يختار طريق الجريمة، يختار طريق أكل أموال الناس بالباطل. الله لم يأمرنا بأكل أموال الناس بالباطل، لم يأمرنا بشرب الخمر، ولكن هذه الأشياء السيئة الموجودة من حولنا مثل الخمر والفواحش وغيرها هي اختبار لنا يا أخي الحبيب. الله لكي سبحانه وتعالى لكي ينظر ويعلم إخلاصك، وهو أعلم علام الغيوب سبحانه وتعالى، يبتليك ويعرضك لابتلاء، يعني للاختبار. فأمامك الخمر وأمامك ذكر الله، أمامك الفاحشة وأمامك الزواج، أمامك الربا وأمامك البيع الحلال. فالإنسان ظلوم وجهول. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هي حرية الاختيار، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟
إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا بالشيء الذي حمله. وبالتالي أنا عندما أحذر هذا الإنسان الذي يقود السيارة من خطورة السرعة أول مرة والثاني مرة وألف مرة أحذره، والدولة تضع قوانين تعاقب على السرعة الزائدة، طيب ثم يخالف كل ذلك ويسرع فيصيبه حادث فيقتل نفسه، هل تقول أنا المتسبب؟ أنا حذرته. فالله عز وجل أخي الحبيب خلق هذا الكون وخلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب هذه الآيات الآن، هناك آيات بالمقابل ينبغي أن نقرأها، لا يجوز أن تأخذ كما قلت لكم ثلاث آيات ثم تقول هذا هو القرآن، لا، خذ مئات الآيات، سأعطيك آيات من ذاكرتي بسرعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تخاطب أولئك الغارقين في مستنقع المعاصي والفواحش والظلم، وتقول لهم لا تيأسوا، لا تقنطوا بالطاء، بالطاء هناك إله يغفر لكم هذه الذنوب، عودوا إليه. طيب هذا إله يدعوهم. طيب آية ثانية، يدعوكم ليغفر لكم، هل هذا إله يريد أن يعذب خلقه بلا سبب؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله يكفي. الله خاطب إبليس عندما تعهد بأنه سيغوي عباد الله ويطغيهم، ماذا قال له؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طب هل هذا إله محب لعباده أم كاره لهم؟ محب. طب تقول لماذا خلق الله الشيطان؟ ولماذا خلق الله الشر؟ ولماذا خلق الله الخمر؟ ولماذا خلق الله؟ يا أخي نعيد ونكرر، هذه دنيا فيها اختبار وابتلاء، وأنت كإنسان مشكك، أخاطب المشككين، أنت اخترت الإلحاد والتشكيك. طب هل هذا ذنبي؟ هل الله أجبرك على ذلك؟ ما الذي يمنعك أن تقول لا إله إلا الله؟ أنت فكر بينك وبين نفسك، ما هو الشيء الذي يمنعك أن تقول لا إله إلا الله؟ الكبر والغرور والشيطان، هل أحد أجبرك على الإلحاد؟ طب الآن أنت لو أردت أن تتوب إلى الله وتصبح مؤمنا صادقا، من الذي يمنعك؟ لا أحد. لا تقول لي هناك شخص يمنعني، شخص يسيطر، لا، أنت بكامل إرادتك اخترت هذا الطريق، وهذا الطريق نتيجته النار، أنت اخترت هذا الطريق بكامل إرادتك، لم يجبرك أحد ولم يأمرك أحد أن تسلك هذا الطريق، بل إن طريق الخير ممهد وسهل، طريق الشر دائما مكلف ومتعب ومليء بالمشاكل دائما، هذا قانون إلهي سبحان الله. طريق الفاحشة محفوف بالأمراض المنقولة جنسيا مثل الإيدز والزهري وغير ذلك، طريق الخمر محفوف بأمراض مثل السرطان وغير ذلك، لاحظا طريق الربا محفوف دائما بالاكتئاب والخسارة والهلاك. طب طريق الصلاة محفوف بالفوائد والهدوء والراحة النفسية،
طريق الصيام محفوف بفوائد طبية كثيرة تأخذها، أثبتناها في فيديوهات سابقة. إذن دائما طريق الخير سهل ومفيد وميسر وآمن ومطمئن. طريق الشر، طريق الشيطان، دائما يأتيك بالشر. أكبر نسبة للانتحار بين الملحدين، هذه دراسة عالمية تناولناها مؤخرا. أكبر نسبة للاغتصاب والأمراض المنقولة جنسيا بين غير المسلمين قولا واحدا. واذهبوا إلى إحصائيات، في لن أذكر لكم كل شيء، يكفي أن نعلم أن الأولاد الغير الشرعيين، وهم أولاد زنا طبعا، نسبتهم في أمريكا أكثر الدول تحضرا 42%. ارجعوا للدراسات، مركز بيو ريسيرش الأمريكي الشهير. ويكثر أولاد الزنا، هذه نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم نبأنا عنها. في السويد النسبة أكثر من 50% على ما أعتقد، في فرنسا أيضا أكثر من 40% أولاد زنا. يعني لنكون منطقيين أيها الأحبة. فلذلك أخي الحبيب، هنا لا تستطيع أن تأتي بآية من هنا أو هناك وتقول لي الله يضل البشر. صحيح إن الله يضل من يشاء، ولكن من يضل؟ يضل الكافرين، كذلك يضل الله الظالمين. أنا إنسان يقف ويسيء ويشتم بي كل يوم، ماذا أفعل معه؟ هل أقدم له باقة من الزهور؟ أم أتصل بالشرطة؟ أم أفعل له شيء لأتقي شره؟ فإنسان كافر ملحد يسب الله ويشتم الرسول ويشوه الإسلام كل يوم، ماذا تريد من هذا الإله العظيم أن يفعل معه؟ أن يدخله جنات النعيم؟ لا، يتركه لمصيره. نقيض له شيطانا، يعني الشيطان أصلا موجود على هذا الطريق السيء الذي اخترته. أنت دخلت في نفق مليء بالشياطين. طب لماذا قال نقيض؟ لم يقل يقيض بالمجهول. أخي الحبيب، لأن الله عز وجل لا يتم شيء إلا بأمره، لأنه إله، هو خالق الكون. الشيطان لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر الله. حتى الشر وكل شيء، قل كل من عند الله، وإن يمسسك الله بضر، الضر بأمر من الله، ولكن الله لا يرضى لنا الظلم، لا يرضى لنا الكفر. صحيح لا تستطيع أن تكفر إلا بأمر الله وبما قدر الله ذلك، ولكن أنت لا تستطيع أن تؤمن أيضا إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، كذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الموت والإيمان بإذن من الله. ولكن هل الله يرضى لعباده الكفر؟ لا يرضى لعباده الكفر. هل الله يرضى عن الظلم؟ لا. هل الله يرضى عن الشر؟ لا. ولكن الله وضعك أمام خيارين وهديناه النجدين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله لا يظلم الناس شيئا. خذ مثالا، أنا الذي أحدثك وأجلس أمامك، لماذا لم ألحد ولم أدعي أن الله يضل البشر؟ لماذا؟ بكل بساطة، لأنني قرأت هذه الآيات قراءة محايدة، لست متحيزا لعقيدة ما. اقرأ القرآن بشكل محايد ستصل للحقيقة فورا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه أول آية في سورة البقرة، وهي بعد الفاتحة مباشرة، بعد ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الله يريد لنا الهدى. لماذا أرسل الرسل؟
لماذا أنزل القرآن؟ إذن الله عز وجل يريد لك الهدى ويحب لك الخير ويريد أن يدخلك الجنة، ولكن للأسف الملحد والمشكك هو من يختار طريق النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار. ولا ننسى أحبتي في الله كلمة أخيرة، أن المؤمن مبتلى، الصبر هو مفتاح الجنة. لذلك لا تقل هذا الملحد غني والدنيا تفتح أمامه وأنا مؤمن الدنيا أغلقت، لا، أنت تعيش في رحمة الله وتعيش في رضا الله أهم بمليار مليارات المرات من هذا الملحد، لأن هذا الملحد يسير باتجاه النار، أنت تسير إن شاء الله على الطريق الصحيح باتجاه جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة جميعا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.